أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. قرآنيات أخي مالك، أهلا بك أخت فرحة. يعني إيه قرآن؟ قرآن فعلا باللغة العربية الحقيقة المسلمون لا يعرفون معنى القرآن. هل تعرفي أن المسلمون عندما ننظر ماذا تعني كلمة قرآن في كتب علوم القرآن نجد أربعة آراء. البعض يقولون أن القرآن من مصدر قرأ، رأي آخر يقول لا، القرآن مصدر على وزن فعلان، الغاية منه أن يجمع الشيء، أن جمع الجامع. قالوا البعض الآخرين لا، القرآن هو الذي بمعنى يقرن الشيء بالشيء، إذا ربط الأمور ببعضها زي سلسلة. نعم، فأنت تضع الصورة جنب الصورة فصار عندك هذا القرآن. قالوا القرآن هو اشتقاقة من القرائن، أن القرآن لا يفهم غير إذا قرنت الآيات جنب بعض. فلدينا المفسرون أربع. أو علماء القرآن، علماء القرآن لديهم أربع أقوال عن معنى القرآن. المسلمون لا يعرفون بدقة ماذا تعني كلمة القرآن، وده كلام مظبوط ولا؟ في الحقيقة هم منصفون بعض الشيء لأنهم فعلا لا يعرفون. أن فكروا تركيزهم على القرآن ماذا يعني، ولكن رجعنا إلى اللغات السامية نلاحظ أن فعل قرأ بالعبري تعني تلا يقرأ. مقرأ باللغة السريانية تعني قراءة. قراءة، فباللغة العبرية طبعا تعني قراءة. يعني وهذه العبارة يعني المصدر جاي من اللغات السامية. نعم، فهذه تعني قراءة، وتعني قراءة النصوص المقدسة بالمناسبة، وليس القراءة. لأنه حتى أي عبارة مقرأ هي جاءت بسفر يحميا بمعنى قراءات التوراة. هذه عبارات تنص على قراءة الأشياء المقدسة، وليس السبب حتى عن اللغة الثانية هذا في اللغة العبرية قرأ مقرأ، وفي عنا باللغة السريانية قريانو. قريانو هي القراءات، الأجزاء المقروءة في الكتاب المقدس في القداس. نعم، الأجزاء معينة تتلى في الكتاب المقدس أو في الترجيات السريانية. نعم، فالنص صحيح القرآن لما فكر محمد أن يعبر عن نصه كنص مقدس استعار عبارة موجودة عند شعوب أخرى إلى معنى كلمة قرأ، قريانو، مقرأ، وأخذ وطبق على القرآن. فهذا هو الجذر الموجود للكلمة، جذر قراءة يخص نصوص مقدسة، لا مرتبطة كما يتوقع المسلمون لا من فعل قراءة فقط، مجرد قراءة بمعنى تلا، ولا بمعنى الجمع، ولا بمعنى ربط الأشياء، ولا بمعنى القرائن. كل هذه الأمور لا يجهلوا عامدا أو عمدا المفسرون الأوائل. شكرا أخي مالك. أعزائي المشاهدين، خلاص بعد كده ما تسألوش معنى القرآن يعني إيه، ماشي؟ لأن القرآن جاية يعني النصوص المقدسة من باللغة السامية، باللغة السامية النصوص المقدسة من الكتب المقدسة اللي هو التوراة والإنجيل. فأقول لكم على فكرة حلوة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر إن هم أصحاب الكتب المقدسة. نراكم في الحلقة القادمة من القرآنيات.